الماتشات دي على فكره معظمها اللي انت اتفرجت عليها كل الفرق بتقفل الملعب بتاعها، يعني انت ما شفتش مباراه واحده لحد كابتن دلوقتي. هولندا بتعمل كده، هولندا قدام الارجنتين اول مره في كده. تاريخ بقول لك بتعمل يعني كده. كرواتيا بتعمل كده بالظبط، يعني انت كوريا واليابان وامريكا وكندا، يعني شفنا ده كل انت لما بتقابل فريق كبير لازم تلعب بالطريقه دي، في فروق فنيه. يعني انت كنت زمان بتتفرج على جيم مفتوح من الفرقتين. يعني يا كابتن لما انا بلعب على طرف قدام يعني امبابي وافتح له الملعب، يعني واحد يعني واحد بالسرعه دي والقوه البدنيه دي مثلا، اما الناس اللي كانت بتظلمنا في ماتش ايرلندا ما هو برضه بقاش قوي كده يا كابتن. هو كده يا كده يعني يا كابتن يعني يا كابتن لا ما هو ده اكبر حد لمس الكره كان كابتن شوبير. لا ما هو ادي كره ترجعها له، يعني رجعت له كم مره؟ مش انا والله، مش انا اللي كنت برجع. طب رجعت له كم مره؟ هي مره واحده. انا هاني اللي كان خشوا على اليوتيوب يا كابتن، هاني كان على طول يسقط وياخد الكره ويحطها ويرجعها له تاني. من اكتر واحد من اكتر واحد رجعها مش بامانه لشوبير، هاني هاني رمزي. هاني رمزي كم مره؟ تقريبا 20 مره في الملعب. مره واحده. لا هاني رمزي كم مره؟ ايه لا بجد والله يا راجل، ده عادل عبد الرحمن كان فيرود كان بيرجع كوره لشوبير. انا هعمل ايه يعني؟ لا 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 هو بص جننتوا الايرلنديين. يعني احنا مثلا ماتش هم غيروا القانون فعلا بسبب الماتش ده؟ غيروا ان ممنوع الجون يمسك الكوره. ده الراجل جاله شلل. جاله شلل. حسيت ده في الملعب اتشل بتاع ايرلندا. يعني طب يا شباب كنت شاطر من الجيم وكده غيرت القانون. قال لك مش ممكن. قال لك اول مره اشوف انا بتاع ده. طب احنا مش بنلعب على فكره، احنا ما طلبش مننا ان احنا نلعب دفاع. كابتن جواري ما كانش قال لكم كده؟ لا 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 احنا الجيم عادي ونازلين نلعب عادي. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الولاد الايرلنديين ما شاء الله، انت لو شفت اجسام بصراحة. اجسام وقوه خضو. وانقداد غير طبيعي. وبعد كده ايه؟ كان اقوى من الانجليز في الماتش بكتير. لا يا راجل بكتير. يعني احنا خسرنا من انا لو جريت لك صوره للعيب معايا اللي هو اللي كان كاسكارينو. كاسكارينو ده ما شاء الله فخده حجم كتافه. بالحجم فخده قد كده ما شاء الله. يعني حتى تشوف الكوره وانا بطلع كوره منه على صوره ما شاء الله الفخده كده عنده قوه غير طبيعيه. فانكمشته هتعمل ايه؟ طب الكابتن جواري كان بيقول لكم ايه؟ ايه؟ كان على الخط الكابتن جواري بيقول لكم ايه؟ الكابتن جواري لا الكابتن عادي الجيم اصلا انت عارف ايه؟ طول عجبته ما الكابتن جواري عجبته طول ما الماتش ماشي ومفيش حاجه والهجمات ما كانش على فكره يعني ما كانش فيه شراسه في احراز مثلا في تضييع اهداف. يعني ايرلندا ما ضيعتش جوان كتير. هتضيع ايه يا كابتن؟ ما انت بتراجع كوره طول الماتش. ما انا بقول لك لازم تروح للكوره عشان يضيع. يا اخي ما كنت مديهم خمس دقايق يحاول. بقول لك ايه؟ رزق الكابتن مجدي عبد الغني عايش عليه لحد دلوقتي وسرق منكم الاضواء كلها وعاش هو على الهدف. الجول الجول بتاع هولندا. لا بس احنا لعبنا قدام هولندا يا يعني انا قدام هولندا قدام انجلترا شويه. الكابتن هشام كلهم قاعدين يتفرجوا ده في الاعلانات وكل حاجه. هو خد الاضواء كله. كان مفيش هو غير الكابتن مجدي عبد الغني. اللي هو انا السبب. انا السبب. انا السبب. انت اللي عملت فينا كده. انت اللي عملت اسطوره مجدي عبد الغني. انا نفسي كده. عامل ايه؟ يا جماعه اي حد عايز يعمل الاعلان معايا انا السبب. روحوا للباصه. ده التاني ده مجدي انا شاط. يعني هو مجدي ما حطش غير الكوره في الكوره وكان هيضيعها. لا خلي بالك بس مجدي كان لعيب كبير. طبعا صراحه انت تعرف التسعينات ما كانش فيها شهره الهدف زي الالفينات. يعني هو الكابتن سمير زاهر الله يرحمه هو اللي بدا يرجع الفكره. انت كل شويه تنزل لنا بالجول ده. فالكابتن مجدي مشيت معايا يعني في التسعينات ما كانش واخد الشهره دي كلها اللي واخدها بعد لما كان مع الكابتن سمير زاهر في اتحاد الكوره. بدا بعد كده الاعلانات في الشو كل ما حد يقابلنا جيل من 90 يقول لك احنا لعبنا وروحنا وكل حاجه مجدي عبد الغني لحد دلوقتي اعلاناته عايشه على الدنيا كلها. طيب نطلع فاصل بسرعه، فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم.